نحن في أيام مباركات من شهر ذي الحجة، واليوم يوم التروية، غدا الوقوف بعرفة، ويليه يوم النحر. هل من نصيحة إن شاء الله مباركة في هذه الأوقات لأهلنا؟ ننهي بها إن شاء الله هذا اللقاء. أنا بداية يعني أرى من الواجب أن أنقل من عميق قلبي تحيات العيد إلى الجميع بدون استثناء. كل عام وأنتم بخير يا أهلنا في مدينة اللد. اسمحوا لي أن أخص بالذكر أمهات، آباء، زوجات، أبناء أسرى الحرية. أقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنا أعرفكم، زرت بيوتكم، شرفني الله تعالى وزرت بيوتكم، فنحن وأنتم بإذن الله في الهم سواء، ونحن وأنتم على موعد مع شمس حرية لأبنائكم الذين هم إخوتنا إن شاء الله، بل نحن من أبنائكم، وشمس الحرية لنا جميعا إن شاء الله تعالى. فكل عام وأنتم بخير. سنتخطى كل عثرة، وإن شاء الله سيجمعنا البيت الواحد الكبير الواسع المتسع للجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، عكا وحيفا ويافا واللد والرمل والقدس المبارك وأكناف القدس المبارك، بل هذا البيت الكبير يجمعنا مع كل أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني. فكل عام وأنتم بخير يا أهلنا في مدينة اللد. نحن في أيام مباركة، ما أطيب الدعاء فيها، الدعاء مخ العبادة، ما أطيب أن نقرع باب الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما أطيب أن نتقرب إلى الله تعالى بالصيام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، بزيارات الأهل، بالتواصل مع الأرحام، ما أطيب أن نتقرب إلى الله بالتوبة. مهما كانت الذنوب باب التوبة مفتوح، مهما كانت الذنوب الله يفرح بتوبة عبده. ما أروع أن نتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام بتوبة نفتح فيها صفحة جديدة بيضاء مع الله جل جلاله. لو كانت ذنوبنا مثل زبد البحر وجئنا الله تائبين، إن شاء الله نطمع أن يغفر الله لنا كل ذنوبنا. وهذا ما ورد في الحديث القدسي، هذه بشرى من الله لنا أن نجدد دائما باب التوبة ونحرص عليه ألا ييأسنا الشيطان مهما بلغت ذنوبنا، حتى لو كانت قد بلغت عنان السماء. رحمة الله أوسع، غفران الله، كرم الله أوسع بكثير من كل ذنوبنا. فيا أهلنا، تعالوا بنا لنحب بعضنا، لنتصافح، لنتغافر. كفى خصومات، كفى سفكا للدماء، كفى إزهاقا لأرواح، كفى ترويعا لبيوت، كفى إتلافا لممتلكات، كفى إطلاقا لرصاص أعمى قد يصيب البريء وقد يصيب البعيد، ومعنى ذلك أنه يهدد الجميع. فيا أهلنا، لنتراحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لنرحم آباءنا وأمهاتنا، لنرحم زوجاتنا
لنرحم أبناءنا، لنرحم بناتنا، لنرحم جيراننا، لنرحم كل مجتمعنا بدون استثناء. الراحمون يرحمهم الله تعالى، لنكن منهم حتى يرحمنا الله تعالى. ما أجمل أن يكون هذا العيد عيد توبة إلى الله، وعيد صلح مع الله، وعيد صلح فيما بيننا. ما أعظم أن يصطلح العبد مع ربه، وما أعظم أن نصطلح بيننا بلا خصومات، بلا ضغائن، بلا أحقاد، بلا ثارات. آن الأوان أن نعلم أن الشر ثمرته الشر، وأن الخير ثمرة الخير، وأننا بحاجة أن نورث أبناءنا وأجيالنا القادمة الحب فيما بيننا، والخير النامي فيما بيننا بإذن الله رب العالمين. لا تنسوني من دعائكم، من خالص دعائكم في جوف ليلكم، أرجوكم أن تذكروا اسمي حتى يكرمني الله بدعائكم إن شاء الله تعالى. مرة بعد مرة أقول لكم كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم، ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال. آمين يا رب.